السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس ده إن شاء الله، وهو الدرس السادس، هنتكلم عن إن إحنا إزاي نبني صفحة اللوجن بتاعة الأدمن. عايزين نعمل لوجن للأدمن في الباك إند. طيب، أول حاجة هنروح لها إن إحنا محتاجين نعمل راوتس للكلام ده. ندخل على الراوتس، ندخل على الفايل اللي إحنا كريتناه بتاع الباك إند المسؤول عن كل الحاجات بتاعة الباك إند. نفتح المشروع بتاعنا، نشيل الجزء ده. الأول احنا محتاجين راوت يودينا على الفورم، فاحنا ممكن نعمل الادمن لوجن. لما يدخل على الراوت ده يودينا على الفورم بتاعة اللوجن، يعمل ريتيرن لفيو. خلينا الكلام ده في ريسورس كنترولر او كنترولر عادي. نكريته، ندخل على سي ام دي، نعمل الارتسن بتاعنا في ميك كنترولر جديد، وهنحطه طبعا في الباك الفولدر اللي احنا كريتناه في الدرس الخامس. زي ما قلنا ان احنا محتاجين ننظم شغلنا اكتر، عملنا في الكنترولرز فولدر اسمه باك اند وفرونت اند. في الباك اند هنحط فيه كل الكنترولرز المسؤولة عن الباك اند، فهنقول له في الباك اند حط لنا اللوجن كنترولر تمام. هنا محتاجين نحط الجزء بتاع الفورم، بيجيت الفورم ويعمل لها فيو. هي ريتيرن على فيو معين هنديتكته دلوقتي. هنا انا بنادي الكنترولر بتاعنا من الباك اند، هو في الاب في الاتش تي بي في الكنترولرز، فانا هخش على الباك اند هلاقي اللوجن كنترولر نيم سبيس بتاعه اهو. بعد كده هقول له هات لي الفانكشن اللي اسمها لوجن فور، بس كده. فانا لما اخش على الباث ده هلاقي الكنترولرز ده، وينادي لي على الميثود اللي فيه اللي اسمها لوجن فور. طيب تعالوا نبني الفيو بتاعنا. برضه في الفيو عملنا نفس التقسيمة بتاعة الباك اند والفرونت اند. ممكن نخلي دي سمول تبقى أفضل. في الباك اند محتاج أحط جزء ال اوث بتاعي، ونحط فيه لوجن فورم ك HTML و CSS. طيب محتاجين نكريت اللوجن فورم دوت بليت دوت بي اتش بي، نخش عليها. هنا محتاجين كونتنت بتاع لوجن فورم. طيب تعالوا نجيب كونتنت، اي كونتنت لوجن فورم من النت للتسهيل بس، يعني عشان ما ناخدش فيها وقت وده مش التارجت بتاعنا. نخش مثلا على ادمن لوجن فورم تمبلتس، ندون اي فورم شكلها لطيف. مثلا الفورم دي شكلها لطيف، دي نعمل لها داونلود. مش عارف ليه مرضاش يعمل داونلود، المفروض الداونلود يبدأ دلوقتي. طيب تعالوا نشوف حاجة تانية، دي مثلا داونلود. هي اللايسنس بيقول لي هنا انك انت غير مسموح انك تشيل
الفوتر عشان اللايسنس بتنصب كده. طب ماشي، احنا هنخلي الفوتر يعني مفيش مشكلة، ننزلها مثلا في الديسكتوب. اهي نفتحها، نفتحها، ناخد كل السي اس اس والفونتس والايمجز والجي اس اللي هو عملها والفندور، ناخد كل الكلام ده ونحطه عندنا في البابليك. في البابليك هنكريت فولدر جديد مسؤول عن الباك اند، ونفس الكلام فولدر للفرونت اند. الباك اند هنحط فيه الجزء بتاع الاوث، ونحط فيه كل الحاجة بتاعتنا اللي كانت في التمبلت اللي احنا نزلناها. اما بالنسبة للجزء الاندكس دوت اتش ام ال، نفتحه وناخد كل الكونتنت كده اللي فيه ونحطه بيست في اللوجين فورم دوت بليد بتاعتنا. طيب احنا محتاجين نضيف بس حاجة صغيرة، ان احنا نعدل كل مسارات الجزء ده اللي هو اللي بينادي، بحيث ان احنا نحط الباك اند والاوث ابن الاسم ده هتبقى بالمنظر ده. احنا نخلي بس الصفحة دي لارافيل بليت عشان يعمل هايلايت مظبوط. نقول له الاسيت بتاعنا هيبقى على الباك اند سلاش اوث سلاش كل الكلام ده. طبعا انتوا عارفين دالة الاسيت اللي بتقرا من البابليك، فولدر البابليك يعني فولدر ده هتبدأ تخش جوه وتبدأ تقرا منه. اه ده في باك اند، في اوث، في فيندور، في اسم بقى الفيندور اللي هو بينادي عليه. طب احنا عايزين نعمل الكلام ده مع كل المحتوى، بس هما مش كتار يعني، ممكن ايه ناخدهم كده على طول كوبي بيست. لو هما كانوا كتار كنا بنستخدم طريقة الريج، الطريقة بتاعة الريج اكسبريشن دي، ونديتكت ايه الجزء اللي هو عايز السيرش عليه ونريبليس كله في حركة واحدة، بس هي مش ضرورية دلوقتي. ناخد لغاية هنا، كده احنا خلصنا وبإذن الله مش هيبقى فيه ايرورز. هنقفل دي خلاص وندخل عندنا على سلاش ادمن لوجن. جاب لي هنا مشكلة صغيرة، تمام. في الراوت المفروض نعمل العكس، باك سلاش نرفرش، قال لي الفيو مش موجود، الفيو لسه ما حطناهوش، هو كان في الباك اند دوت الاوث دوت لوجن فور، باك اند دوت اوث دوت لوجن فور. بعد كده نعمل ريفريش، تمام الحمد لله جاب مفيش ايرورز، نتأكد ان مفيش ايرورز وكل الحاجة متنادى صح، تمام مفيش اي كونسول ايرور او وورنينج ده، بس عشان بيقول لي صفحة فيها باسورد. طيب محتاجين في الصفحة دي نعمل حاجة صغيرة، اللي هو نتأكد ان هو بيباصي النيم او الايميل، عايزينه بالايميل يلوجن بالايميل والباسورد. هو هنا الانبوتس النيمز بتاعها مظبوطة، وآخر حاجة في الفورم في الفورم نحط الاكشن والميثود بتاعتنا. الاكشن بتاعنا
هيبقى راوت ما هندتكته دلوقتي، والميثود بتاعتنا هتبقى بوست، ميثود بوست. طيب اللوجن هي ممكن بدل ما هي بالانجليزي نخليها بالعربي، تسجيل الدخول. بدل انتر يوزر نيم، اليوزر نيم دي لا نخليها ايميل، هنا ايميل، ايميل ادرس، وهنا ايميل ادرس، والباسورد تمام. وبعد كده نقول له هنا ده الادمن داشبورد او الادمن سي بانل، حبة تعديلات بسيطة كده. الراوت بتاعنا نبدأ نديتكته، احنا محتاجين راوت تاني بوست بروسيس عملية اللوجن دي، فهنقول له راوت بوست الادمن لوجن، نفس المسار بس هيبقى على بوست، هتبقى هي دي، بس بدل اللوجن، بدل اللوجن فوق هتبقى برو بروسيسنج مثلا. تمام، هنروح نكريت ميثود اسمها بروسيسنج هنا، بابليك فانكشن بروسيسنج، نقول له هنا هيتحط كل البروسيسنج بتاعي. طيب انا عايز اتاكد ان هو بيجي هنا، تمام. هروح احط الراوت بتاعنا، الراوت بتاعنا كان اسمه ايه، نحط له اسم نخليه ادمن نيم ادمن دوت، او باك اند، باك اند دوت لوجن دوت بوست، ونخلي دي ادمن دوت لوجن دوت جيت. طيب بما ان النيم بيتكرر فاحنا ممكن نعمل راوت جروب، نخلي الجروب ياخد فانكشن دي للتنظيم بس مش اكتر، طلع دوت هنا ونقول له انك الاتنين دول بياخدوا نفس النيم. طيب الحركة دي بنعملها ازاي؟ نرجع كده ل لارافيل الدوك، لارافيل راوت نشوف جروب، الجروب هنا بيبصيله النيم سبيس دي عشان بتاعة النيم سبيس، فاحنا ممكن نحط هنا نيم سبيس ونقول له النيم سبيس بتاعك هو الباك اند، وكمان بريفكس بتاعك هو الادمن، ونشيل دي كده ونشيل دي كده ونشيل دي نشيل دي. ناقص النيم هنا البريفكس زي ما هو حطها هنا الادمن، وهنا بالنسبه للنيم اللي هو بيعرف اوبجكت جديد اسمه نيم وبسيط، هنا النيم هيبقى الباك اند ده، شيل دي شيل دي تمام كده. كده الباك اند محتاجة دوت عشان دوت باك اند دوت لوجن دوت جيت، البريفكس هتبقى سلاش ادمن سلاش لوجن للاتنين بس، دي جيت ودي بوست. النيم سبيس هيبقى بالنسبة للكنترولرز، وده كله في جروب. طيب كده هندلنا الدنيا شوية وظبطناها وخليناها منظمة، ناقص ان انا انادي الراوت بتاعي، هو كان في الباك اند دوت دوت اوث دوت لوجن دوت بوست، باك اند دوت لوجن دوت بوست، تمام. ده المسار اللي هو هيروح، فاول ما يروح هنا المفروض مثلا نتشيك ريتيرن اوكي مثلا عشان نتشيك هو بيدخل هنا ولا لا عن طريق اللوج البوست. نرجع نقفل دي خلاص، ونقفل دي نقفل دي نقفل دي
اعمل ريفرش ونقول له اي بيانات، مش لازم ندخل بيانات، نقول له تسجيل دخول. هو محتاج فاليديشن هنا، محتاج فاليديشن ايميل كمان. ايه الفاليديشن اللي هو محتاجه؟ طيب تعال ندخل ايميل والباسورد 1 ل 6 مثلا، نقول له ادخل. هو هنا ما دخلش عشان ناقص التوكن، التوكن نسينا نحطها. في توكن المفروض تتحط هنا، ال CSRF، بس كده. ال CSRF ده الانبوت بتاع التوكن اللي بيسكيور الشغل. لو عملنا كليك يمين وشفناه، هتلاقي في الفورم دي الانبوت جديد اتحط، وفي التوكن والفاليو بتاعتها. طيب دلوقتي لو عملنا اللوجن تاني هيدخل ان شاء الله. تمام، جه وقال لي اوكي، يبقى هو احنا اتأكدنا ان هو بيجي لصفحة البوست. تمام، طيب هنا هنبدأ نحط كل الشغل بتاعنا. اول حاجة احنا محتاجين نتشيك هل اليوزر ده، الراجل اللي بيدخل، لو هو فعلا يوزر، هل الايميل والباسورد بتوعه صح ولا هو بيدخل اي حاجة. طيب عايزين نتشيك دي نعملها ازاي؟ لو نروح على لارافيل اوثنتيكيشن، او نكتب هنا الاوثنتيكيشن ونيجي نشوف هو ازاي بيعمل اوث. هنا بيعمل اوث ازاي؟ اللي هو الاول بيقرا الايميل والباسورد بتاعه، فاحنا محتاجين ناخد السطر ده ونقول له كده. طيب الريكوست دي بيجيبها منين؟ في طريقتين، اما ان انا اعمل كده هيلبر فانكشن امبيدد في لارافيل، او ان انا اقراها من اليوز اللي فوق ده. ده ريكوست indicated على variable requests، فممكن استخدم دي او دي، يعني اللي عجبك. طيب انا قريت الايميل، كان اسمه هنا ايميل، كان اسمه ايميل وكان اسمه باسورد. تمام، فانا قريت الايميل والباسورد، وبعد كده اخد الاف دي هتشيك بيها هل البيانات دي هل فعلا هي بتأتم لحاجة في الأوث، والأوث ده بيرفلكت على جدول اليوزرز. تمام، فالحركة دي داخلية جوه لارافيل. فأنا بعد ما أتأكد أقول له والله ريتيرن كده، صح أنت صح راجل في بياناتك في الداتابيز مظبوطة. تمام، طب لو مش كده أقول له ريتيرن دي بس إيه فور تيستنج. نو تعالوا نشوف اي بيان في الداتابيز. كان اول بيان ايه احنا كنا عاملينه في السيدر، يوزر سيدر اهو، كان احمد sk@gmail.com، والباسورد كان من 1 ل 6. فاحنا لو دخلنا الكلام ده احمد sk@gmail.com والباسورد من 1 ل 6، يقول لنا ايه؟ جاب مشكلة ان الاوث مش متعرف، فاحنا محتاجين نعرفه اما فوق في اليوز، او اما هنحط قبليه باك سلاش ونقول له ريفريش. قال اليوزر برضو مش متعرف، مديول اليوزر اب موديل يوزر. طيب هنا في كلمة موديل بس، يعني مفيش موديلز. طيب الحتة دي موجودة فين؟ انا الصراحة مش فاكر. طب انا عايز اجيبها بسرعة يعني عشان بس اختصر وقت. اعمل سيرش فور اول سيستم على النمط ده واشوفه هو كان موجود فين، واقول له فايند. احنا ممكن نتأكد هي كانت تقريبا في الكونفيج في الاوث. تمام ايوه، لما احنا عدلناها تقريبا في تاني درس او تالت درس، هي كانت بالجمع موديلز، احنا حطينا مفرد بس. ف يقفلها خلاص، عرفنا المشكلة فين، ونعمل ريفريش نقول له كونتينيو. قال لي اوكي البيانات اللي انت دخلتها دي مظبوطة. ف طيب لو دخلنا حاجة غلط نرجع تاني كده من صفحة الجيت ونقول له
تمام احمد اس كي مثلا at gmail.com، بس مثلا احمد اس كي 2، والباسورد من 1 لـ6، ونقول له ادخل، قال لي نو، الكلام ده مش موجود في الداتابيس. طب هنا لغاية هنا الشغل تمام. طب احنا هنا بنتشيك هل هو يوزر ولا لا، احنا برضو ما تشكناش هو ادمن ولا لا. طب بعد ما بنتشيك اليوزر ولا لا، انا ممكن اجيب الاوث اي دي ده، يعني والله الاوث اي دي ده خلاص بقى في ايدي، ممكن اجيب اهو، وبعد كده اتشيك الاوث اي دي ده هل هو فعلا ادمن ولا لا. طيب انا عايز اتشيك هو ادمن ولا لا، اعرف ازاي؟ فاكرين الرول؟ الرول دي اللي بياخدها اليوزر وانا بدخله الداتابيز. كان نرجع للميجريشنز بتاعتنا، في اليوزرز كان في رول اي دي هو بياخدها، الرول اي دي ده انا ممكن اتشيك منها هو ايه حالته، تمام؟ فانا ممكن اقول الاب مودلز يوزر، عايز اتشيك هو ايه حالته. طب بدل ما انا اتشيك هنا، ما انا ممكن اعمل سكوب في الموديل بتاعه واستغل منطوق الموديل، استخدمه واعمل سكوب كده صغير على طول، اقول الاز، فنسمي السكوب ده از ادمن، يعني از اليوزر ده ادمن ولا لا. طب اني يوزر، انا برضو عايز اعرف اني يوزر في الداتابيز. اه طب ما انا معايا الاوث اي دي بتاعه، فانا ممكن افايندو بالاوث اي دي، والفايند باي اوث اي دي ده، بعد كده بعد ما فايندو اقول هو از ادمن ولا لا. فالكلام ده نخليه كله يرجع بوليان، اقول اف الكلام ده اه ده there is admin، الراجل ده admin، else mean normal user. فلو الكلام ده اتحقق هو admin، لو ما اتحققش يبقى هو normal user. طيب كل الكلام ده معانا الا حاجة صغيرة هنا في backslash، معايا ال auth id وال find دي implemented في ال user. طب معيش دي، اروح اكريتها في الموديل، موديل اليوزر، افتح كده اب مودلز اليوزر واقول له انا عايز اعمل سكوب جديد، public function scope اسمه ايه، is admin، خلي دي كده، واقول ايه، والله لو الراجل ده ادمن خلاص عديه. طيب اتشيك ازاي؟ if this dot rule id، الرول اي دي بتاعك لو هو بيكوال الحاجات اللي بتindication ان هو ادمن، يعني لو نرجع للرولز تاني، كان ايه الرول اي دي اللي بتindication ان هو ادمن؟ كان السوبر ادمن اللي هو الرول اي دي رقم الاي دي بتاعها 1. طب انا برضو مش عايز استخدم الاي دي على طول كده دايركت، عايزين نستخدم الطريقة اللي احنا عملناها في جدول اليوزرز، كانت ايه؟ انا عايز اجيت الاي دي باي اسمه، باي سوبر ادمن. فاجبتها ازاي؟ بالطريقة دي، يعني this دي indication على ايه؟ على الراجل اللي انا بفايندو. ف if this ال ID بتاعه اللي هو اتبصلي، هات لي بقى الرول ID بتاعه، بيساوي ال ID بتاع الرول اللي اسمها سوبر ادمن ولا لا. ف نحط الحالة الترو، لو فعلا الكلام ده صح اه عديه بسيط، return true. طيب لو غلط return false. بس كده، كل دي فايدة السكوب ده. ف كده ال is admin دي متأكتفة، أنا معرفها في ال database. عايز أعرف كمان أتشيك الكلام ده، والله لو هو admin يبقى is admin، أعرفه إن هو admin. طب لو مش هو admin أعرفه إن هو
نورمال يوزر، ما دخلوش، هعمل له لوج اوت تاني. تمام، فانا عايز اتشيك الكلام ده ب مثلا نخش الداتابيز ونخش على جدول اليوزرز ونجد اي يوزر عادي ونشوف الرول بتاعته واخده ايه. والله الرول بتاعي كله واخده واحد واحد، ده انديكيشن على سوبر ادمن. لا انا مش عايز بقى سوبر ادمن وبس، لا ده انا عايز ان ده بس هو يبقى سوبر ادمن والباقي يبقى نورمال يوزر. فارجع تاني للسيدر بتاع رولز، فاسيرش باي التايتل اللي بيكوال نورمال يوزر. تمام، واعمل السيد على السريع بي اتش بي ارتسن دي بي سيد. ودي بقى يجي هنا فايدة الترانكيت اللي احنا كنا بنعمله، اللي هو يخليك مرن في الحركة بتاعت الايديت بتاعت الداتابيز. فهنا لو عملنا ريفريش هنلاقي فعلا اول واحد هو واحد والباقي كله اتنينات. تمام، فلو جبت برضو احمد sk@gmail.com ده هو انا عارف ان هو سوبر ادمن، فلو عملت لوجن بي احمد sk@gmail.com ومن 1 لـ6 نقول له ادخل، جاب لي مشكلة صغيرة في الاوث برضو. طيب ما دام الموضوع اتكرر كده، في هنا اوث وفي هنا اوث، لا احنا بقى ايه نستخدمها فوق يوز الاوث على طول. في حاجة تانية نسيناها؟ لا كده الحاجات مظبوطة بإذن الله. نقول له ريفريش، تمام. قال لي والله الراجل ده ادمن عشان هو عارف ان هو ادمن من الايز ادمن اللي احنا عملناها في موديل اليوزر. طيب لو دخلنا يوزر تاني، دخلنا ده تاني يوزر، نقول له ارجع للجيت تاني ومن 1 لـ6 الباسورد. قال لي لا والله ده راجل نورمال يوزر. طب لو انا بقى دخلت حاجة غلط خالص، يعني دخلت واحد تاني خالص واي باسورد اصلا، نقول له تسجيل دخول، قال لي في مشكلة في الايميل، نشيل الاثنين حط هنا اي بيانات. قال لي لا انه ده اصلا راجل مش يوزر اصلا. طيب هنا احنا هندلنا الدنيا وعرفنا مين اللي هو اصلا يوزر ومين اللي مش يوزر، ومين اصلا وهو يوزر ومين ادمن ومين مش ادمن. تمام، طيب نشيل الكلام ده اللي كان بنعرف منه. انا لا مش عايز الطريقة دي، انا عايز بعد بقى في حالة ان هو مش هو يوزر بس مش ادمن. لا انا هنا بعمل لوجن على الادمن بانل، فانا مش عايزه يخش اصلا، عايز اعمل له لوج اوت تاني. بقول له اوث لوج اوت وكمان ارجع لي ببيانات غلط، قول لي لا انت غلط، انت راجل اصلا مش يوزر. عشان لو اليوزر لاي صدفه او اي دخول ليه على الصفحه دي وعايز يخش بالاكونت بتاعه العادي، لا ما ينفعش يخش. فبعد ما بعد ما يعمل له لوج اوت يعمل ريتيرن باك، وهنا كمان اعمل ريتيرن باك. تمام، هنا بس الحالة اللي انت تخش فيها. طيب لو دخلنا احمد sk@gmail.com اللي هو احنا لا عايزين النورمال يوزر، ونخش بيه، راح عمل لوج اوت ورجع تاني هنا. طب انا عايز اعمل لوج اوت وارجع تاني هنا بس اعرفه ان البيانات دي غلط، فعشان بس ما يفتكرش ان هو الصفحه بايظه مثلا او فيها مشكله، اديله انديكيتور ان في بيانات غلط، او انت اليوزر نيم والباسورد اللي انت بتخش فيهم دولت، الايميل والباسورد اللي انت بتخش بيهم دولت فيهم مشكله. فاقول له باك وذ ايرور، او باك واعمل سيشن صغيره هنا سيشن، واقول له السيشن دي حط لي فيها الكي بتاعها هو ان valid auth admin login session دي بترو، يعني ده الكي بتاعها ودي الفاليو. تمام، واخد برضو نفس الكي ال session دي واحطها هنا. فانت ما تلاقي السيشن دي جوه الفورم بتاعتنا، نقفل الكلام ده. لما تلاقي السيشن دي جوه الفورم اعمل لي مش يعني اعمل رسالة خطأ. احنا ممكن نعمل هنا رسالة خطأ صغيرة، اعمل div
نحط فيها اي بيانات مثلا عشان بس نشوف شكلها. لا احنا محتاجينها فوق شوية. الاول نحط الديف هنا، تمام. احنا محتاجينه في النص، فاحنا ممكن نديله نفس الحاجات دي اللي كان واخدها الباتون، تمام. خليها في النص، ومحتاجين مارجن كده من فوق صغير، مارجن توب 10 أو 15 بكسل، ومارجن بوتوم سالب مثلا 10 بكسل عشان بس تبقى في النص بالظبط. ونقول له انك انت البيانات اللي انت بتدخلها دي غلط خالص، فقول له invalid both، بس كده. اول ما هو يخش بطريقة غلط اقول له لا انت البيانات اللي انت دخلتها دي غلط، وكمان اخلي له الكالر بتاعها ريد، تمام. طيب الكلام ده يظهر امتى؟ ده يظهر بس في حالة لما السيشن تبقى متأكتيفة. يعني هقول له blade if add session، السيشن دي add session دي اللي اسمها invalid auth admin login موجودة، اعمل لي وبت equal true and end session دي بت equal true، او تعالوا نجيب الستاندرد كيس في لارافيل نشوف هو عاملها ازاي على السريع كده. ها بيجيت الكي يعني مش على طول كده. session ما قلت برضو في حاجة ناقصة. session بيجيت الكي ده وبيكوال فعلا true هنا، لو هو بيكوال true اخش int if. فالكلام ده مفروض by default ما يطبعش عشان السيشن مش موجودة. طيب السيشن دي احنا عايزين نخليها فلاش، يعني تتحط مرة واحدة بس وتتفورجيت مجرد ان هي يدخل على الصفحة، يعني تبقى حاجة تبان لمرة واحدة بس عشان لو هو عمل لوج اوت، لو عمل لوجن وعمل ريفريش للصفحة ما تفضلش ظاهرة. فاحنا هنحط له فورجيت هنا بحيث ان هي نحط له فلاش، معذرة، عشان تبقى مرة واحدة بس. ناخد الجزء ده كده نحطه هنا، تمام. فاحنا عرفنا له سيشن فلاش تبان بس مرة واحدة عشان تدي له رسالة ان في حاجة مشكلة في اللوجن بتاعك، وبعد كده تختفي. فلو نعمل ريفريش ونعمل لوجن تاني بيوزر حقيقي ونشوف ايه اللي هيحصل، نقول تسجيل دخول، رجع تاني وقال والله الكلام ده غلط، ولو عملت ريفريش الكلام ده يتمسح. ليه؟ عشان هي فلاش، فلاش بتبان بس المرة واحدة وبعد كده السيشن دي بتتدلت. طب لو انا اصلا داخل بيوزر غلط خالص، بايميل غلط خالص، ايميل ات اي حاجة دوت كوم، بعد كده باسورد، قال لي برضو غلط الكلام ده مش مظبوط. طيب لو دخلنا بالادمن الصح هيقول تمام دخل، ودخل على الإفاية دي وهي فاضية فعلا جاب لي صفحة. طيب أنا خلاص بعد ما أخش هنا عايز أقول له إنك أنت خلاص، يعني عايز أقول له إنك أنت لوجن وأرجعه على الداشبورد. فأنا أعمل له ريتيرن ريدايركت لمين؟ الراوت الجديدة هنكريتها اسمها داشبورد. الداشبورد دي جوه الباك اند، كان ممكن بإذن الله قدام يبقى في داشبورد برضو اليوزر. فأنا هعمل راوت جديدة في للداشبورد وأحط بقى إيه، خلاص عرفته إن أنت لوجن وتبدأ تتعامل مع الداشبورد اللي هي السي بانل بتاعته. طيب تعالوا نحط الكلام ده هنا، راوت جديدة اسمها
هي باي جيت طبعا، واسمها الداش بورد، داش بورد بتاعتنا، ونخليها في كنترولر جديد نسميه مثلا الهوم كنترولر at داشبورد، والنيم بتاعه يبقى الداشبورد عشان هيبقى باك اند دوت داشبورد. طيب ناقصنا ان احنا نكريت الكنترولر ده ونحط فيه الداشبورد بتاعتنا. طيب تعالوا نكريت الكنترولر على السريع. php artisan make controller و باك اند سلاش هوم كنترولر. اوكي تمام، تعالوا نفتحه هوم كنترولر في الباك اند ونحط فيه الميثود بتاعتنا public function dashboard، ونقول له والله return it's a dashboard. تمام، بعد ما افرض اللوجن ده يجيب لي انك انت جيت هنا، جيت على الداشبورد، يعني نخش بالبيانات الصح، عمل ريدايركت على الراوت اللي اسمه داشبورد، ودخل على الراوت البريفكس بتاعه ادمن داشبورد، وبعد كده قال لي ان انت فعلا في الداشبورد. لو عملنا ريفريش خلاص انت راجل عملت لوجن، و خلاص دخلت جوه الداشبورد بتاعتك وتتحكم فيها بكل سهولة. ناقص بس حاجة صغيرة، بدل ما نكتب داشبورد كده ممكن نسيبها فاضية خالص ونخلي بس في سبيس عشان نعرفه كل سيكشن. فلو دخلنا على الأدمن كده، هو بس الأدمن هو معروف إن هي دي الداشبورد بتاعته. بكده إن شاء الله الدرس بتاع النهاردة خلص. أتمنى إن هو كان يعجبكم. شكرا، لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو في أي سؤال أو استفسار ما فهمتوش من الدرس حطولي في الكومنتس بإذن الله أرد عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.